دي ان ايه، مساء الخير. مثل ما بتعرفوا، مثل ما صرنا قايلين اكثر من مره هالاسبوع، سوريا ومحور المقاومة عم يتعرض لحرب إعلامية ونفسية ضروس حرب قاسية كتير. آخر الهجمات بهالحرب النفسية الإشاعة اللي أطلقها بعض المغرضين عن مقتل بشار الأسد على إيد أحد المرافقين تبعه، طبعا حرب نفسية وكذب مثل ما بتعرفوا. الرد لم يتأخر، وجاء الرد بخروج الأسد على جماهير سوريا الأسد. الرئيس الأسد لأبناء شهداء، لقاؤنا مع عائلات شهداء عز لنا. كرمت هيئة مدارس أبناء الشهداء الطلاب الضباط الذين أكملوا مسيرة آبائهم الشهداء وانتسبوا إلى الكلية العسكرية بكل الاختصاصات. بعيد الشهيد، الرئيس الأسد يشارك في حفل تكريم أبناء وبنات الشهداء الذين التحفوا بالكليات العسكرية. أبناء الشهداء الذين انتسبوا للكليات العسكرية، بس هول هن؟ معقول؟ هول هن كلهم؟ في موظفين ومرافقين بقصر الأسد أكثر. كيف يعني أبناء الشهداء الذين انتسبوا للكليات العسكرية؟ يعني في احتمالين لهالقلة. يا هل قد الإقبال الضعيف على الكليات العسكرية لأن الناس يئست من النظام، أو شهداء النظام هل قد قلال ولادهم بالتالي 100-200 واحد؟ ألف يا خيفات منهم 200 على الكليات العسكرية، وبالتالي الأغلبية الساحقة من اللي عم بيموتوا بسوريا هن ضد الأسد. شو يعني أبناء الشهداء اللي انتسبوا؟ كيف يعني؟ شيء عجيب. لك لو جبت أبناء الشهداء الذين انتسبوا للكليات العسكرية وهن من مواليد برج الأسد وبيكتبوا بإيدهم الشمال، لازم يطلعوا أكثر من هيك. هيك ما نشتغل، هيك بيردوا على الحرب النفسية؟ مان بدنا صورة للإعلام. للإعلام شو بدنا نقول بالإعلام؟ إعلامك شو بدي أقول هلا؟ لا من على ظهر بارجة روسية، ولا في بطن غواصة صينية، ولا حتى مطلا من ساحة من ساحات طهران، بل من حيث تكتب دمشق بمداد الدم سفر مفخرة الصمود، منفردا إلا من قلوب ملايين السوريين واثق الخطوة. بشار الأسد وقد مشى إليهم واثق الخطوة أسدا. هذا نبل هذه الرسالة. عندما يحصل نكسات يجب أن نقوم بواجبنا كمجتمع، أن نعطي الجيش المعنويات، وكان كثير من السوريين لا يعرف حقيقة ما يحصل على الواقع، ولكن الممولين والمروجين والسياسيين والإعلاميين المنغمسين في تلك الحملة انكفأوا إلى جحورهم، ظهروا الآن مجددا عبركم نحن ننقل التحية. ليك قال أنا عتلين هم الإعلام شو بدي يقول. ملايين قلت لي، هو الملايين للفريق الفني للبايرن ميونخ أكتر من هول، فرق وحين ونص. بس معلي الأسد أمام حرب دعائية ونفسية وكل الأسلحة متاحة، وأنا بعتقد أنه كل إعلام محور المقاومة قام بالواجب بإسناد إطلالة الأسد لمواجهة الحرب النفسية. خسائر مسلحي القلمون تتوالى، تهاوي مواقع التكفيريين في عدن، قهوجي الإرهاب والعدو عملة واحدة، أزمة المؤجر والمستأجر مستمرة، أسعار النفط ترتفع مجددا، الأسد سوريا قادرة على الانتصار، المكسيك تستذكر معركتها ضد نابليون. الرئيس السوري بشار الأسد شارك هيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء في حفل تكريم أبناء الشهداء الذين انتسبوا إلى الكليات العسكرية بمختلف صفوفها. وأكد الرئيس السوري أن سوريا تشهد حربا شرسة فيها كر وفر، لكنها قادرة على النصر عبر الإيمان بمقاتليها. المكسيكيون يحيون ذكرى معركة بيوبلا.
هكذا يحيي المكسيكيون انتصاراتهم، انتصار سجلوه على أحد أقوى الجيوش في العالم عام 1862 ضد الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت. منار 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 منار، ناقصوا حرب نفسية مضادة الأسد، ناقصوا حرب نفسية. قبل آخر عنوان بالنشرة لك طلع أنه ملف المستأجرين أهم من إطلالة الأسد بعز الحرب وبعز المعركة. لقوا ياريت انعمل تقرير LVO بآخر النشرة، يعني المذيعة قريت، وقبل تقرير عن ذكرى انتصار المكسيك عن نابليون. هل قدم هم الخبر؟ منيح اللي فيه تقرير، يعني وقال لك كان طلع خبر بشار الأسد بآخر النشرة. بعد بتقلي حرب نفسية؟ هاي الحرب النفسية، هاي دي. لو الأسد حضر نشرة الأخبار تبع المنار امبارح راح يقطع البروزاك من صيدليات الشام. كعب النشرة ولو لك مش بس بكعب النشرة، ومن دون بس ولا تصريح لإله، مع أنه الرجل قال كلام يعني كثير مهم كثير مهم. نحن اليوم نخوض حربا وليس معركة، والحرب غير المعركة، الحرب هي مجموعة من المعارك، ويجب أن نفرق بين القلق والخوف، لا يجوز أن نعيش حالة تناقض. كلام ما في أهم من هيك، يعني ما صاير أهم من هيك. بالنتيجة يا جماعة شو وظيفة القائد؟ القائد الحقيقي هو اللي بيقدم المثال لجمهوره، بيقدم النموذج. فليسقط التناقض بين المفاهيم، وليسقط التناقض في فهم المشهد السوري. تابع سيادة الرئيس، تابع. فكلنا قلقون على الوطن، أنا لست قلق منها. فكما فشلت الحملة الأولى في بداية الأزمة، ستفشل هذه الحملة ولا يوجد أي قلق. الله ما يحير حدا، حيرت سمانة، قلق أو مش قلق؟ وكيف كلنا قلقون على الوطن بس أنا لست قلق من المعركة؟ ما فهمت شو يعني؟ ليه أنت مش معنا؟ مش جزء من كلنا؟ إذا كلنا قلقون أنت قلق، كلنا قلقون بس أنا مش قلق، شو قصتك؟ بأول الجملة اعتراف بالقلق، بآخر الجملة ادعاء أنه ما في قلق. منيح ما أنه خطاب ساعة. بس ليك سيادة الرئيس، أنا بدي أكون صريح معك، أنا محلك بقلق. بقلق لأن مشهدك محاط بفركوحين ونص مبارح أو قلت مبارح، ذكرني بمشهد تاني وأخير لحدا كتير 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 قريب منك، ما أنه قريب يعني بالعيلة، بس قريب هيك بالفكر. اللي شفتوه هي المشاهد، مشاهد صدام حسين بالظهور العلني الأخير ب9 نيسان 2003 بحي الأعظمية قبل ساعات من دخول الدبابات الأمريكية على ساحة الفردوس ببغداد. قدام بالروح نفديقة صدام، قدام بالروح نفديقة. نفس المشهد، نفس الأحباط بوجوه اثنيناتهم، نفس ملامح الهزيمة، بعد شوي نفس الفركوحين ونص، زاد العدد يمكن. محلك بقلق كتير. بس لا شو عم بحكي أنا؟ لا أعوذ بالله، سوريا الأسد غير عراق صدام أبدا، غير شيء. سوريا رغم كل شيء صار فيها يا جماعة بعد بلد متماسك في كل مظاهر الحياة، كل مظاهر الحياة كلها، حتى التفاصيل الصغيرة يلي يمكن ما بتخطر عبالكم. سوريا فيها طلع ملكة جمال 2015. بشار الأسد قائد ودكتور عيون، وما فيش دكتور عيون بالعالم بيقدر يأذي نملة. يا حياتي عرقة،
اولا الخبر مش بس انه في ملكة جمال بسوريا بعز الحرب والدمار، وانه وين عملوا الانتخابات ومين ترشح ومين كذا. الخبر انه انت تحديدا ملكة الجمال. ليه خير؟ شوفي شو صاير، ترشحتي ضد ياسر عرفات او ترشحتي ضد توفيق الدقن؟ بس مش مهم، مش مهم الجمال، مش مهم. واضح انك سيدة مطلعة على العلوم الطبية، وبحسب اخر نظريات علم الطب انه طبيب العيون ما بيقتل نملة. اللي هو عم يفضى يقتل غير بشر؟ شو قصتك؟ بس عن جد مش مهم الجمال اصلا، بحالتك اكيد ما انتخبوكي بسبب الجمال، انتخبوكي لسبب اخر. ايه هي مواصفات ملكة الجمال؟ كان في تقريبا 100 بنت، بعدين كان في امتحان، كان في اسئلة عم تنسأل. يعني في شيء بدي اقول لك، مش بس جمال، هي بتعتمد كمان على الثقافة، اسئلة على امتحان. وطبعا الاسئلة كانت اسئلة ثقافية صعبة جدا جدا. مثلا كم عدد العيون التي اطفأها بشار الاسد بغازات الكلور؟ او كم عدد العيون التي اطفأها الاسد بالبراميل المتفجرة؟ وكم عدد ما رمي منها منذ بدء التحضير لمسابقة ملكة الجمال؟ اسئلة عميقة بالصميم. وانت اكيد بفضل ثقافتك الواسعة واطلاعك على تفاصيل طب العيون ربحته، مبروك. طيب هل في عوامل اخرى بتعتقد ساهمت بوصولك لتاج ملكة جمال سوريا الاسد؟ باعتبارك يعني وحدة كمان من هالملايين اللي عم بتحيط بالاسد، لازم نسألك هالسؤال. شو في عوامل تانية غير ثقافتك الواسعة وصلتك على هالمنصب؟ انا بس عايزة اقول انه انا ربنا ما حرمنيش، الحمد لله. انا عائلتي فضلت في سوريا، بابا وماما، اللي يعني لولا بتقولوا ايه، لولا جزمتهم انا ما كنتش هنا. لا ولوك علينا وعلى جزمة الزفت هيدي، خلاص بقى خلاص. حتى ملكة جمال سوريا الاسد راسها براس الجزمة؟ خشوا قصتكم، خشوا قصتكم انتوا والجزمة، انتوا وثقافة الصباط. شو في بينكم وبين الصباط؟ عجيب الصباط وجزمة. تصبحوا على خير.